الحمد لله. أيها الإخوة الكرام، بعض الإخوة يسأل عن الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا كان الله تعالى هو الذي يقول ادعوني أستجب لكم فإن علينا أن ندعوه ليستجيب لنا فقط. ارفع يديك وادعو الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن هناك مواضع وأوقات تستجاب فيها الدعوة، منها ومن أعظمها الثلث الآخر من الليل، وهذه عبادة لا يراك فيها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي سر بينك وبين الله جل وعلا. والله تعالى ينزل في الثلث الأخير نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ولذلك ما دام الله يستجيب فارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقول ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسيستجيب الله إذا ما دعوت، ووالله سيستجيب الله، لكن ادعوا. لكن عليكم اختيار مواضع الدعاء، وعليكم أن تتجنبوا أكل الحرام، فما نبت من سحت فالنار أولى به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه، أو ربما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما رفعها عليه الصلاة والسلام كما فعل في بدر، حتى أحيانا كان يبيض بياض إبطه عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على الدعاء، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان صلى الله عليه وسلم من إلحاحه في الدعاء عليه الصلاة والسلام، كان من إلحاحه في الدعاء يشفق عليه من يراه عليه الصلاة والسلام. لكن اعلم أن الذي يدعو الله يجب أن يدعوه بقلب حاضر، بقلب حاضر. إذا سجدت فاشكو إلى الله وبث همومك كلها، فاسجد واقترب، فأنت إذا سجدت اقتربت من الله سبحانه وتعالى. وإذا رفعت يديك إلى الله سبحانه وتعالى فتذل واسأل الله كل شيء، اسأل الله ما شئت فسيستجيب الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تشكو إلى الناس فلا تشكو إليهم، واشكو همك وبث حزنك إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فعليك دائما أن تدعو الله، تبدأ بحمد الله ثم بالصلاة والسلام على رسول الله بعد الثناء عليه، ثم ادعو بجوامع الدعاء التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الله سيستجيب لك، واعلم أن الله إذا ما حضر قلبك في الدعاء ورق وخشع ودمعت عينك فوالله لا يستجيب الله لك. والله كريم سبحانه وتعالى، وهو الذي قال ادعوني أستجب لكم، ثم جعلها خير العبادة ومن خيرها وأفضلها، ولذلك قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي يستكبر عن الدعاء ليس مؤمنا حقيقيا. فمن أعظم عبادات الله سبحانه وتعالى الدعاء، فارفعوا أكفكم وادعوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنه لا يرفع الهموم والغموم ولا يفرج إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يفرج همي وهمكم، وأن يستجيب مني ومنكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.